نعم سيد عبد العزيز الشعباني، لماذا تزايدت المناوشات في الآونة الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة؟ مساء الخير فيك وللمشاهدين الكرام وبالضيف. السنوات الأخيرة بالتحديد السنتين الأخيرتين كانت يعني هما قضايا فيها قضايا بين الصين والولايات المتحدة أشعلت فتيل الأزمات وإن كانت بطيئة وباردة نوعا ما، من ضمنها التدخلات الأمريكية في قضية تايوان وأيضا بحر الصين الجنوبي، وكذلك استفزازات اليابانية بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القضايا وأيضا قضايا العقوبات على الشخصيات العسكرية الصينية والمؤسسات العسكرية الصينية أيضا، هذه كلها أعطت الصين صورة للولايات المتحدة الأمريكية بأنها ليست في موضع البلد الصادق في تعاملاته، لأنها عادة يعني تتناقض في اطروحاتها وقضاياها، مرة تقول ندعم الصين الواحدة وفي نفس الوقت تدعم تايوان بكل الطرق من تسليح و يعني تشجيع على الاستقلال وما إلى ذلك. هذه الأشياء جعلت الأزمات في السنة الأخيرة والسنتين الأخيرتين تزداد تتفاقم أكثر بين البلدين.